خارجين حدثين مهمين احنا ما سمعنا حد يتكلم عنهم. الحدث الاول هو منع زعائم البوليساريو من دخول المانيا الحضور للمستقى الدولي للمتضامنين مع الشعب الصحراوي المعروف لكوك اللي منعته الالمانيين منعهم ان يدخل. والحدث الثاني هو والي الزوالات اللي صرح تصريحات بانه في استمراريه الوضع هكذا وسقوط الضحايا من المدنيين الموريتانيين اللي يضطروا انهم يقفلوا الحدود بيناتهم مع مخيمات تندوف. السلام عليكم الاخوان، حياكم الله، معكم اخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه عند الشعب المغربي العظيم، غنشوفوا اخوتي في هذا الفيديو واحد جوج ديال المواضيع مهمين، غنعتمدوا كذلك كالعاده على تسريبات صوتيه. الموضوع الاول هو المانيا، دوله المانيا كتمنع ابراهيم غالي دخول اراضيها. غنطرقوا هذا الموضوع وغنقولوا علاش، وعندنا تسريبات صوتيه في هذا الموضوع. الموضوع الثاني هو دوله موريتانيا كتلتزم قفل حدودها على عناصر البوليزاري، وغنقولوا علاش وغنحدوا الاسباب وغنسمعوا التسريبات الصوتيه. غنبداو اخوتي، ابراهيم غالي كان بغى يدير واحد الزياره لالمانيا، كان بغى يحضر في واحد المؤتمر كيعقدوه تقريبا سنويا سميتو اوكوكو. ربما هذا هو المصطلح، ايكوكو او اوكوكو، كينعقد سنويا في برلين بالمانيا من تنظيم المخابرات والدوله الجزائريه، وكيحضروه برلمانيين جزائريين، وكيحضروا سفير الجزائر في ألمانيا، وكيحضروه مسؤولين وقياديين البوليزاريو، وكيجيبوا أجانب أغلبيتهم ألمانيين أو إسبان صين من دول أجنبية، دوك الحسين الرونجانس أو الصفاقة، كيجلبوهم بصفتهم أعضاء ولا عناصر أجنبية داعمة بين قوسين ما يسمى الشعب الصحراوي. سابقا كان هذا المؤتمر اللي كينعقد ربما الندوه ديال 46 كان كيحضر فيه زعيمهم السابق ودع العزيز اللي مات. هذه المره بغى يحضر فيه ابراهيم غالي، بغى يزعم وقفته المانيا تفاديا لخساره علاقتها مع المغرب، ومنعاته يدخل الاراضي الموريتانيه ويحضر هذا المؤتمر. وهذه ضربه جديده للجزائر والبوليزاريو. اسمعوا في كذلك في هذا الموضوع تسريبات صوتيه. بالنسبة لموريتانيا كتعتزم قفل حدودها على عناصر البوليزاريو، وهذه غتكون واحد ضربة كبيرة للبوليزاريو ومخيمات تندوف، خصوصا لأنه الباب الوحيد والمتنفس الوحيد للعيش مخيمات تندوف هو البوابة في اتجاه موريتانيا. تما كيتقدوا الخضار والسلاح وعدد كبير من الامور، حتى عدد كبير منهم كيشتغل في موريتانيا، لانه الجزائر رغم ان الجزائر محتضنه البوليزاريو الا انها مقافله عليهم الحدود، كتمنعهم من الشغل، كتمنعهم من التنقيب، واللي تحرك كيطلق عليه الجيش الجزائري والدرك الجزائري الرصاص، كتحن فيهم فقط موريتانيا. ولكن مؤخرا بداو عناصر البوليزاريو كيدفعوا الدوله الموريتانيه صراع مع المغرب، كيقولوا على انه المغرب الدرون المغربيه قصفت ولا قتلت بعض الموريتانيين منقبين عن الذهب، بداو كيديروا لهم مشاكل. خرج مسؤول كبير في الدوله الموريتانيه وقال لهم الا بقاتنا هاد المشاكل فراه غنقفلوا الحدود، يعني اي عنصر من البوليزاريو ممنوع عليه في قادم الايام اذا استعرضت امور انه يدخل او حط كرعيه في الاراضي الموريتانيه. أسمعوا شيء كامل، حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم كاملين وكيف أحوالكم؟ أنا خالق حدث مر على الناس مرور الكرام، وهذا الحدث مطرود منه والله مشروط على أن شرطة الألمانيين على أنه يعدل فردهم بشروط على أن ما يحضر له زعيم البوليزاريو. هو قضية هذا لكوك اللي دائما يعدل، كان يعدل كل سنة، وهم المتضامنين مع الشعب الصحراوي، واللي كان من سابق 2017 كان يش دائما ميزو حضور محمد عبد العزيز رحمة الله عليه، ومن ساعة تطلع حمير للأصفر ما قط امتنع
متنا عليه تلي طرح في كرعيه، لانه انت رد اول طرد له خرجت له من برشلونه. وهذو الايام، هذو الايام لهذا اليوم اللي نتكلم احنا فيه، ممنوع عليه يدخل المانيا، مانعين عليه الالمانيين يدخل ارضهم، حفاظا على علاقاتهم مع المملكه المغربيه، وحفاظا على قراراتهم الاتحاد الاوروبي. وبالتالي هذا اظن على ان الناس اليوم ما سمعنا حد يتكلم عنه ولا يامس، يعني لا من ينقال خالق الهزايم الصامته، هاي الهزايم اللي تخلق صامته، ما يتكلم حد عنها وما اكثرها. واللي تقريبا لا هذه لا جزء منها كيف تحركات الدرونات هذه، ياسر 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 من الارض يخبطوه، و ولا يذكر، ما يذكر لأنه ما تخلق فيه الضحايا. المسألة الأخرى هي اللي تثير الانتباه، هي تصريح والي تير سمور اللي عاصمته الزوالات، بأنه في حالة استمرارية الوضعية هكذا، هو على أنه لا يضطروا على أنهم يقفروا الحدود مع هذه اللي تطلص لهم، جايبها لهم البلو والباس من اتجاه البوليساني. وهذا تصريح طاري، تصريح جديد وخطير. السلام عليكم حسن، مرحبتي وسهلتي، راه ما قد تخلق كوكو، ما أكوكو ما فيه الرئيس محمد عبد العزيز، ما قد ترضى منه بعض، نقولها لك تعود معك ها. ويظهر أن هنا تياه قالي ما قد يمشي به، اللي لعل تعود متابعة قضائية تعود هي اللي مانعته، لعل. مرحبتي وسهلتي به. يا مرحبا وسهلا، ستون شو من الرجلي شاك عن حدود موريتانيا اللي انقفلت، انا لا تنقفل الله من عند شوي فريل من الكيدار، والله شوي المعجونات هذا اللي تجي من الجزائر، لا ذكر يا ما هي مقفوله عنهم، قياس تقعد ما هي مقفوله عنهم، يا غير خالقين ثلاث نواحي في القطاع الجنوبي ديال البوليزاريو، لا يصبح مفروض على البوليزاريو أنا تلود الشمالك، هو لا يصبح مفروض على البوليزاريو على أنها تغير لك النواحي، لأنه ما تلقى السوشي خالق مضيق 4 كيل شمال بير مقرين، ولا يتقفلوا موريتان ويقفلوا درونات، لكن موريتان لا يكردوه، لكن درونات لا يكردوه، أنا على أنه بعد ما تلم تخطيش، أنا على أنه هذا هو اللي يعطي الناس تفهم، وما احنا موريتان وكذا وحدود ومصلحة موريتان ما عنده مصلحة، موريتان دولة ذات سيادة وقطعا مصلحته ما يفلكوا يديروا زيت الفارغ تاريخه قاع اللي قند عليهم ما خلى لهم كهلة ما قندها، هذا ما ذنبتهم ولي ما هو بالطريقة اللي هي. مرحبتي بمبو، والله الناس راهي بعد ما دي الناس راهي بدأت تفهم، بدأت توعى شيئا ما بمخاطر القضية، حتى أنه المنمين عاد وريكم طالبين قاعد مطلبهم الأساسي، لا الناس اللي ارتحموا وهم استشهدوا وهم ذا فيك ذاك القصف، على أنهم جثامينهم وتوفوا، عاد مطالبين وتوفوا الدولة تشوفهم مع السلطات المغربية، والله الجيش المغربية كانوا تم استرد هذا، هم الله يندفنوا. وبالنسبه لحيوانهم مطالبين منه، لا اللي من واها تقطع على ذيك الجهه، هم اللي كانوا قد يسترد ما تدخل ذيك البلدات اللي خطيره، ناس دور لانه هذا خطير، لانه هذا خطير، واكثر ملي اكثر ملي موريتان واسعه، كان واسع الى حد اللي باغي يشود عنده بالمين يشود، وتبارك الله ملي ما بقات عرض السنه ما جات اسحب. بالنسبه للمنقبين مغامرين، واحدين منهم مغامرين، يعرفوا هم عنهم مغامرين، يعرفوا عنهم ذي اللي عدلوا مغامرة، هم ترى كانوا يقبوا عمار، كيف قال يقبوا عمار ويخلوهم يجمعوا الحجارة لين يحصل منهم شر، تنهاس عليهم وترفدهم، يغير ذا كثروا الحق يغير بعد فهم رواية اللي الحقيقة ما هي منصفة، ضري قاع اختلط الحابل بالنابل، هو على انه كانوا يدخلوا في مناطق يسعى تابعه ما زالت تحت سيطره البوليساريو،
وكانوا يعاملوا كأجانب في حين إن العكس غير صحيح ولا يقد قاع في الحقيقة يعود صحيح. المشكلة إن إحنا على إنه المجتمع الميراني كله ينتر على جهة، كله يعرف إلا راسه، كله ينظر إلا مهم عنده راسه، والناس الثانية تطيح في الحاسلة عتباغي.